هذا لازم تتشقلبي. اوكي الله يستر ما توقع. انا حاسك رح توقع. جايين. او ماي جاد. بسرعه بسرعه قبل ما يجي بسرعه. السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناه داداتيز. رجعنا لكم اليوم بالجزء الثاني من سلسله يوتيوبرز تحكموا بيومنا. بس اليوم مو البنات اللي حيتحكموا بيومنا. ليش؟ لانه البنات اخر مره كانوا كثير قاسيين معنا. يا جماعه اللي ما شاف الفيديو الجزء الاول يشوفه لانه كان خطير وجلدونا جلد في البنات. المهم اليوم الشباب هنا اللي حيتحكموا بيومنا على امل انه يكون الوضع اخف. ما بتوقع ان يكون الوضع اخف بس ان شاء الله. المهم لا تنسوا تعملوا لنا فولو على الانستغرام تبعنا وتحكوا لنا هنيك بالدايركت مسج مين بدكم يكون بالجزء الثالث. هالمره خلص يعني خلصنا شباب خلصنا بنات. المره الجاي نعمل خلص انتم بتقرروا المره الجاي يس. او يكون في حدا معين او اذا بدكم قناه معينه تتحكم بيومنا اكتبوا لنا على الانستغرام. اول شيء اليوتيوبرز حيقرروا ثيابنا، فهلا خلينا نشوف مين اللي حيقرر ثيابنا. حاسه اني خايفه. خايفه وانا خايفه ما بعرف فيك يعني حيبهدلنا بجوز ان لبست ثياب مشقشقه ما بعرف يعني عندي شعور بالخوف. خلينا نشوف يلا. انا اتحدى رند انها تلبس تيشيرت زهري وجينز ازرق. بخصوص جودي ابيك تلبسين تيشيرت اسود مخطط مثل لون احمر وحشي يعني ابيض واسود. عرفتم؟ انا معناتها لازم البس كنزه زهريه وبنطلون جينز. يعني ما كثير صعب ان شاء الله. بس لاقي كنزه زهريه فكرني حمار وحشي ولا شو يعني؟ شو ابيض مخطط اسود ودي اسود مخطط ابيض. اوكي بس بتمنى انك تلاقي هيك شيء عندك بالخزانه. اي جس عندي. بتمنى انك تلاقي شيء. اي جس عندي بس ان شاء الله تكون ما ضاعت. ان شاء الله تكون لساتها بالخزانه. اذا ما في يعني ما بعرف فيكي انت تجيب الكنزه السوداء هاي مثلا بجامتي وتخططي عليها. بس الحين حاطه الساتن بالبيجامات. اوكي الابيض. خلينا نقوم هلا نشوف خزاناتنا شو في عنا. ورجع لكم الحمار الوحشي. خطيرة. اصلا حلوة الكنزة. انا لبست الكنزة الزهرية الحمد لله و جينز. يا جاموس سوري ما لبست بوت. انا اسفة يا جماعة. او ماي جاد ذس واز فاني. في حدا تحدانا نعمل شيء بالميك اب حكى لنا انه حيكون شيء خطير. شكرا صافي. صافي عم يسحب ورانا. اوكي خلونا نشوف الفيديو يلا. حاسة في مصيبة ما بعرف ليش. الله يستر. هلا انا قاعد عم بحاول اخترع شغلة حتى انتوا توقعوا فيها. بدي رند تحط بينك اي شادو. اوكي وجودي تحط بيربل. اوكي بينك اي شادو لرند و بيربل لجودي. جايز ليش انا بدي الزهري؟ انا ببدع بالزهري ما بصير. هو قال بنفسجي. على فكرة والله انا بحب احط بنفسجي اكثر. ما بعرف يعني بحس البنفسجي بيزبط مع الاسود اصلا. ما خصنا ما فينا نبدل حتى هن تحكموا بيومنا. بدك تحطي بنفسجي بدك تكثري تحطي بنفسجي تكثري. اوكي بكثر. وطبعا بما انه صار بالقصة في ميك اب وما ميك اب ميك اب اهم خطوة نعملها قبل ما نستخدم مرة نستخدم لونا من التو من فوريا. بس ما اعطيتيني يعني ما كانت لساتني عم بحكي يا جماعة والله هالشيء خطير اختراع خطير. بس هالمرة حنتبادل انا ورند لانه رند كله زهري ميك اب زهري حتى شوفوا اظافيره زهري ميك اب زهري لبس زهري. اوكي ما علينا يا جماعه. لونا من يوتيوب كلياتها مصنوعه من شعيرات السيليكون مشان ما تتجمع عليها البكتيريا ويكون تنظيفها سهل. وهي من روتيننا الصباحي وكمان المسائي لانه بتنظف البشره لدرجه مو طبيعيه. بس كنت تحطوا فاونديشن بيطلع قطعه واحده كثير سلس. الذبذبات فيها بتحرك الدوره الدمويه فبتخلي البشره اكثر نضاره هيك وعم تلق. لا تعرفوا كيف هيك لما بتمسحوها كثير كثير كانكم هلا طالعين من الصالون. بعد ما تخلصوا من الغسول بتصير ايدكم بتعلق يعني من النظافه عن جد تحسوا حالكم وهيك بصير ناعم. طريقه استخدامها بكل سهوله حتحطوا الغسول هون وتبللوا وجهكم تكبسوا الكبسه وبس مرروه على وجهكم حتحسوا بعد وجهكم صار نظيف كانه وجه بيبي. فاذا بدكم تشوفوا هذا المنتج او تشتروه رح نترك لكم اللينك تحت بالدسكربشن باكس. وهلا بعد ما البشره صارت نظيفه وكل شيء نظيف شو بدنا نعمل؟ نحط الميك اب يلا بنفسجي وزهري. زهري ياس. شو اعمل شيء فاقع ولا لا؟ فاقع حكى شيء مجنون فلازم شيء فاقع. واو شوفي واو على البنفسجي. وهلا خلصنا الميك اب تبعنا. حبيت البنفسجي الله. وانا حطيت اللون الزهري عشان ما حبيته الزهري. عم بمزح والله حلو والله حلو بس كان بدي اياه. صدمتني بس يعني حلو هيك نجرب شيء جديد شيء مجنون. الله يسامحك. المهم يعني بس حاسه رند الحمراء ما ظابطه معه.
شو رأيك؟ يمكن إذا بتفتحيها أكتر بيطلع أحسن وتعملي شيء فاتح حتنود أهل آخر. حس لما يكون هون في شيء مجنون لازم هون يكون في شيء. إذا بدك تمسحيها وحطي الشيء فاتح أكتر. ممكن. بيطلع أحلى. بس قبل خلينا نشوف الفيديو اللي بعده شو محضر لنا هذا الشخص. أنا حكالي هالمرة تحدي. تحدي. خلصنا لبس خلصنا ميك اب. تحدي خطير. خلينا نشوف. هلا جودي. طبعا التحدي اللي عندي بيج تروحين مكان في ناس. تتقلبين قدامهم ما ادري وين بس لازم يكون في ناس لازم تفشلين لازم نطلع من البيت ويكون محل في ناس او ماي جاد ما بدي اطلع من البيت شو قال بدنا نتشقلب انت بتعرفي تتشقلبي لا انا ما بعرف اتشقلب انا بعرف اتشقلب بس فضيحه جايز كنا ناخذ روز جمباز ونحن صغار كنا ناخذ روز جمباز انا ما بدي اقول لكم شو كان يصير كانت تتحرك ما في مرونه يعني ما في ليونه ابدا يعني هي كثير نحيفه بس مع هيك ما اعرف كيف يعني حركه انه روبوت بحس صعب نعمل هدول الحركات يعني عن جد جسمي ما نلاقين حتى وقت بدنا ننط فوق سور ليش ننط فوق سور ليه ما ننط فوق الله كان في هيك مثل الشيء كانه حمار لازم ننط من فوقه حاجه من التشبيه لا بس انه وقت ننط فوق سور اكثر من مره عملناها هون بسوريا خلينا ما نحكي بهالدول المواضيع والله هي بتنط من فوق السور بسرعه انا هيك بنط ساعدوني يعني باختصار انا ارضي اكثر منها حبيت هذا الاختصار هلا خلينا نطلع على مكان برا ونعمل التحدي اوكي هلا نحن حرفيا بنص الشارع مشان تعمل الشقلبه بمكان كثير فيه ناس بس زمان ما تشقلب تخاف وقع يلا عاد عن جد تشقلب هو هذا اللي لازم تتشقلبي اوكي الله يستر ما توقع انا حاسه رح توقع جايين او ماي جاد بسرعه بسرعه بالماي جو بسرعه واو اما شو جمبازيه صار وقت الاكل واليوتيوبر الجاي هو رح يحدد لنا شو رح ناكل يا رب شيء طيب يلا خلينا نشوف مين اليوتيوبر وشو حناكل السلام عليكم اهلا معكم النادي اوسم المهم رن طلبت مني انه اتحكم باكلهم اليوم في الفيديو حقهم فاليوم راح ياكلوا براتا وكرك والقيمات يلا بالتوفيق وبالعافيه راح ناكل براتا اليوم I want to order one barata, one karak, and one gemat. That's it. Thank you. أنا بدي واحدة لحالي نوتيلا ما بدي الجيمات. ما بدي أبداً جيمات طيب. أنت بدك براتا نوتيلا ولا لا؟ لا. ما بصير والله ما بصير. أنا كيف يعني لا؟ لا عادي لا. ارجعي عيدي لهم كيف شربت الكرك قبل شوي. اسمع اسمع هاي. والله ساخن. اها وصل انا عصير البطيخ عم تطلع براتا لقمه وحده اوكي شو هاللقمه هي هذا الديناصور الديناصور عم ياكل طيب اعطينا الطقيق ساخن حاسه عم تكب علي حاج 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 المهم طلع لنا سناب يعني خلص كيف حالكم معكم تيكسلر وانا اليوم عندي تحدي حق رند تحدي مره قوي يا رند لابد انك تسوين التحدي اتحداك انك تسرقين اي شيء قدامك اي شيء قدامك ابيك تسرقينه يلا وش بتشوفي قدامك هذا المكان لمطعم وهنا حاليا عم يشوفونا اللي بيشتغلوا هون ومصدومين وحاسه انه حيبهدلونا بس ما انه هذا الشيء عم يشوفونا بالله عم يطلع علينا طيب قررت اسرق شيء ثاني واللي هو وترند هي ما سرقة هي الحجرات تعتبر املاكه لانه هن قاعدين عم يرمموا البناء ويبنوا المطعم فيها اوكي خلاص عملي يعتبر سرقه يا ولا ناجل نسرق شيء ثاني في هون في هون اشياء ممكن نسرق لا بكفي ما بدنا نتبادر انه الناس عم تطلع علينا اللي بيشتغلوا هون ايه الناس عم يشتغل حاسه حيبهدلني اذا اخذتها عادي ولا لا خلاص سعرها غالي أوكي. اوكي يلا باي ولهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو اللي كان مليان تحدي مثل ما حكينا لكم باول فيديو لو حابين يوتيوبرز معينين يعملوا لنا هالتحدي اكتبوا لنا بالانستغرام هذا انستغرامي وهذا انستغرامي ولا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب واللي عامل سبسكرايب يفعل زر التنبيهات مشان يوصلكم اشعار كل ما ننزل الفيديو بنحبكم كثير احلى ناس وسلام